فالسلفية هي طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريق أصحابه رضي الله عنهم واتباع الكتاب والسنة. يرحم يس رسول صلى الله عليه وصحابه وسلم سنسول تاسن دروز تمسن دستعليم وتربية كسول تاسن دروز يمي رحمة قبول كور يمي تعليم وتربية قبول كور تمكر عتنيمة الشكر الله تعالى كر تمس دنيا اسمس دي كامياب الله تعالى كر تمس آخرة سندرت كامياب يمي تعليم وتربية تكرو يم رسول صلى الله عليه وصحابي وسلم ذاتي أكدس تكرو ارتم سنس تعليمات تكرو وردها وجهدها يمتت انكاركو خسر في الدنيا والآخرة دنيا سندر تعاش التباهي اندر دنيا سندر تعاش الزليل الرسوة دنيا سندر تعاش التباهي اندر والآخرة سندر تعاش الرسوة تزليل نبي آخر الزمان صلى الله عليه وصحابه وسلم ذي أمة إسلام اسمه سيد خبر كي فتنة عاصلة انتهائي خطرناك يوم فتنة تفاهي تبرباي ذي هند ازدحان اسبر باطن عنو أرفور إنسانية تسوس فتنة عاو أرفل خصوص عاجس أمة إسلام اسبر فتنة مسلة كرناو يا أخ مسلمان كسو تكرا يا رسول صلى الله عليه وصحابه وسلم يا أخ مسلمان سونا مشن الضرورة محمد يا ربي عليه الصلاة والسلام سنستعليم وتربية كيك إن كنت فازية نسيك يا شاكم الحاكمين سنترفع رسول صلى الله عليه وصحابه وسلم سنزاتي أقدس اسمطلق تمسند استعليم التربية تصمطلت كي خوص خاب كوس دمشق في محمد يا ربي عليه الصلاة والسلام سن مخالفة تصفت آب اكس اكس جيزة سفرت مخالفة تصفت كمر قرمة أمة إسلام يعني منكس آز أربعة نطار هر ترواز خير هر رحاب اندري 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 دل المنسوط شهر أشن منك سرورة رسول صلى الله عليه وصحابه وسلم سكايد انسكايد أشن تمسز علم سرورة منك سكايد أشن إسلام إيكوناميك سرورة كايد إسلام إيديولوجي سرورة كايد إسلام التهذيب التمدد سرورة كايد إسلام الثقافة سرورة كايد السوي الثقافة التهذيب التمدن سرورة ازدجالية التهذيب التمدن عزيز إمام ابن كثير رحمه الله فرمان ايه في قلوبه من كفر أو نفاق أو بدد دون دلاش كفر فصن قرار رب العالمين كرتهن دلن برس كفر يا مسائل مسلط او نفاق دين زندگی اس نفاق زندگی اس دماس منافقت فسن کرو او بدعت دون دلاش صرف فسن کران بدعت اشن ایک انسان اس فسن کے قران اشن ایک انسان اس فسن کے ایمان کے مسائل اشن ایک انسان اس مس یم چیز فسن کے بو بدھا پن صرف فسنش مش فاري يا كون حمد تم سن دل شنا استرفان كي بكر هبن سندكي في المحاسبة من عمرك كسر يمني حالات ننظر مك احجاز أمة إسلام كنم جواب أمة إسلام تبجي دي من كاجاب الله تعالى استتمس رسول سبقابة السحر جاناظر أرتي ما بعد أشتم من ضرورة رسول صلى الله عليه وسلم صحابي وسلم سقيد أنسكي
কাজ কাজ তুই কারণ মন ধরবিস্ত সকুন তো কাজ মন ধরবিস্ত ইউনিভার্সিটি মাহল করে উচ্চ انفد بستون معال كريو چاب مهلوك محال كريو چاب ارفور الدنيا حاصلت رأيت نظار امتج فجي كحس يا سانات رسول صلى الله فريبا صحابي وسلم يلبن سعال ديت الله استصفر من رسول رحمة رسول صلى الله بسو تتفار اور مقسو كي يوري جهنم اسمون مقسو كي نار اسمون مقسو كي يتفرسو انسان من فن فوفر نوس دفن اور ما تبشتو بشانو شكوش اشكراب مگر امس فن فوفر سفتو ايش نار بدوس مگر تم فتش اش جناس فريق تحسان ورفن بان زلال وجو امس بحسان كستان كرن اندادر اهل علمو چو ات حديث مبارك سفترين شرع قربو اربعتری نکات کریم تو فرائد و اور کہ پور دنیا سی تھے فرد آس نار آمد سان فتنن ہن زرے نکن چو باسار ایچ واریا زبردست چیز سان خطر مگر یہ سوار گو سگو تباہ و برباد پنی سنت اس خاطر کساس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ صحابی وسلم صفت نو جمعنو من استشنی آس چانی خاطر شفقت کی یم بچی آسن فوزاد مسترات آسن فوزاد باللہ چانی مال استشنی شفقت چانی خاطر کی چانی مال استشنی چانی خاطر شفقت کی چانی استاد انسنی چانی خاطر شفقت کی یز رسول صلی اللہ علیہ وصحابی وسلم چانی شفقت اوز يلاخ انسان پیغمبر است رد کرے يلاخ انسان پیغمبر است تقرار پیغمبر است تعلیم تقرار تم سے نصیحت است تقرار تم پت کیا گئس زاکر اوزو الشیطان من لاکودن لهم صراطك المستقیم ضرور بضرور روز بتی من صراط المستقیم اس پر گات لگا کر امبوش لگائے تمپت ثم لآتی انہم امین ایدیہم تمپت بروٹ کینتی امق ومن خلفہم پت کینتی امق وان ایمانہم دشن کینتی امق وان شمائلہم قور کینتی امق اہل علم چکر نقاط بہترین بیان اور عدد چو بہترین نقطی کرو بیان شیطان زلو ومن پوکی ہر پیٹا یل انسان سفر شاسن بے یارو مدد خواب یل سفر تمس فتنہ آئی یل سفر تمس مصیبت آئی مومن اس تم ساتھ نوچ لگان درس تم ساتھ خالق کائنات اس عظمت اس پر نظر آسات پنہ خزیز ڈاکٹر اوز رشی اس مزسن ڈاکٹری کربوت یہ آیت وہ سن سو تفسیر فر رامن یت آیت اس پر بوت دکھنے واقعی یم صاف رشی اس میں جاکتے ہیں اس اس قرآن اور صفار بروڑ کی انجارس دیم خرافات سلالت کی مسائل اچھز بند پیوان کر اگر ایمان اس بچاؤن پیوان باس دبن پیت کی مستفار دستی حالاو دچن کی نوست دبن تفار دستی حالاو خور کی نوست دبن مستفار تفار حالاو امپتوس سری پنیس رو بزار پار کرا عظمت والی ربو اگر نے چاز میں اس ایمان اس حفاظت کروت اے اللہ آز سن میں کہوٹ نظر تھا انہوں نچ میں مال سن نظر نچ میں بار سن نظر نچ میں کار سن نظر میدان چھ خلو سلالت تبے حیت بے شرمی ہوند شراب اے اللہ میں بچا کس مال اس فرداشت کرو تم سنس بچی باکے ورننی سڑکی فکر کس مال اس برداشت قرار مان نچو من میں دم کتو ایم آس بوزر چو کس بزرگ انسان تو شرافت بول سو انسان اس وچان دم کتو دم چیز اس آز وچان چو
بلکہ شرافت وال انسان پد وقت دالان بگسنا پوکے شریف انسان تم قوش تخلی کن پکان کے یدت نوجوان بجیت نوجوان لڑکین ہند رقص سرورش محفل چاسا رسول کائنات نے فرمان توس هلاك امتي في الكتاب واللبن من امت قشتبه برباب قرآن كسر واللبن ضد كسر صحابه يمساتي فوت يا رسول الله قرآن مجيد كسر كسر قوم تبه برباب ضد كسر كسر قوم تبه برباب فرموت رسول رحمة الله كتفوت فرموك يتعلمون القرآن دماس القرآن هيچن عربية زبردست فلنت عربية انتهاي زبردست هشنيوال مگر كم خطر ويتعظلونه على غير ما انزله الله يرب من القرآن اسمانا والمتوس سو بدلاهم خلق آسو چاني ميديا كي ذره سوشل ميديا كي ذره الكترون ميديا كي ذره تم سقالر جاني سهنس تم شبهات شكوك ترابات دفع النسول صلى الله عليه وصحابه وسلم قيدنس ضرورتك فترة يتمن حرام فترة يتمن حرام رسول شريعتنا ضرورتك پروردگار امت اسلام اس کر حفاظت یہ جائے مسلمان چی تت کر حفاظت اے عظمت والی ربا رحمت باران کراتا اے عظمت والی ربا من گئے استباہر لحاظ خوشک سالی تگا انتہائی زبردست اے عظمت والی ربا پن رحمت برسات کراتا پروردگار پن رحمت راو پروردگارا یہ زمین تفل راو پروردگار